ليه صيام الروح القدس؟ ليه يا مس؟ قول يا مس. عشان حل الروح القدس عليهم. ليه الروح القدس يا مدحت؟ وانت قاعد، وانت قاعد احنا حلو قوي. هنقول روح ايه دلوقتي؟ حلو. طيب لما المسيح صعد، لما المسيح صعد، تعالوا نقرا كده مع بعض اعمال الرسل، ايه اللي حصلت الحكايه. اعمال الرسل 1:1-8. الكلام الاول انشاته يا ساوفيلوس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله ويعلم به الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيره بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوم ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم في كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كان في سؤال في المسابقه بتاعه الخدام في اللاهوت المقارن بتقول كده: ميس، ليه الروح القدس استنى 10 ايام لغايه لما حل على الرسل بعد ما المسيح صعد؟ ليه الروح القدس استنى 10 ايام؟ هو هنا قال ايه في عدد 6؟ بيقول: أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ الحكاية من أولها حصلت السيد المسيح كان بيتكلم مع التلاميذ بعد القيامة 40 يوم، عمال يكلمهم عن الملكوت، عن الأمور المختصة بالحياة الأبدية، عن ترتيب الكنيسة، عن الحياة إزاي مع الله، الحياة إزاي مع الروح القدس. لكن للأسف التلاميذ زي حالاتي كده كان عندهم نوع من الظلمة أو العتمة فوق شوية. ليه؟ هو بيكلموا عن الملكوت السماوي و و و و والله والروح والكلام ده كله، وهم بيسألوه في حاجة مختلفة خالص. يعني يا رب، انت هترد الملك لاسرائيل اليومين دول ولا كمان شويه؟ بقول لك الملكوت السماوي، احنا هنبقى ملوك على الارض وكل واحد فينا هياخد له مقاطعه كده في اورشليم ويبقى ملك عليها. ده تفكيرنا كتير قوي. ربنا يجي يقول لك ايه: انت ليك هبات، ليك مواهب، ليك عطايا، وانا راح قايل له ايه؟ انا عايز حاجه ارضيه. زي بالظبط كده كان حد شبهها، تروح مثلا عند واحد كبابجي وتروح قاعد على الترابيزه وبفلوسي عايز واحد سلطه، السلطه هتنزل لحضرتك ببلاش، حضرتك اطلب طلباتك، يعني شوف انت عايز ايه، كباب، كفته، عايز ايه، والسلطه كده عايز واحد سلطه. ده اللي احنا بنعمله مع ربنا بالظبط كده، عايز واحد سلطه. انا هترد الملك، حتى الرسل هترد الملك في هذا الوقت، ترد الملك لاسرائيل. فراح قايلها لهم كده على طول: انتوا مش عارفين حاجه، انتوا مش فاهمين حاجه، ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه. انتوا هتاخدوا قوه عظيمه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. عشان كده كان لازم التلاميذ يستنوا 10 ايام، يقعدوا في قلب العلية،
يستنوا الروح القدس، يقعدوا بروح واحدة يصلوا، يقعدوا مجتمعين مع بعض يطلبوا الروح القدس، يقعدوا مجتمعين مع بعض بنفس واحدة مستنيين حلول الروح القدس، حلول الروح اللي حيديهم القوة. طب وبعدين عمل ايه الروح القدس مع التلاميذ وعمل ايه الروح القدس معنا احنا؟ الروح القدس لما بقى مع التلاميذ يقول كده: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق هو يشهد لي. التلاميذ لما المسيح اتصلب كانوا خايفين، كانوا مرعوبين، قاعدين في العلية ومقفلين الأبواب. وبعدين ظهر المسيح معاهم، اتشجعوا، اخذوا نفسهم، طلعوا مرة تانية، هوب هنبقى ملوك على اسرائيل، ملوك ارضيين. وبعدين الموضوع مش كده، المسيح بيكلمهم عن حاجة تانية خالص. طيب هيحصل ايه لما هيصعد المسيح؟ يرسل لهم المعزي، ومتى جاء المعزي الروح القدس. يبقى الروح القدس كان مستني حاجة صغيرة خالص، ما كانش يقدر الروح القدس يقتحم التلاميذ لوحده كده غير لما المسيح يرسله. يعني الروح القدس قال للمسيح: لا حاسب، بلاش نبعد في الحتة ديت، نبعد عنها شوية. ما كانش يقدر الروح القدس يقتحم ويخش على التلاميذ على طول مباشرة غير لما يحصل الصلح بدم المسيح. لما المسيح يقدم، يطلع كده قدام الآب كده ويروح مقدم الدم، الروح القدس في الوقت ده يتحرك ويجي للتلاميذ ويسكن فيهم. بعد المسيح ما صعد، التلاميذ حسوا ان هم خلاص كده يتامى، لكن بمجيء المعزي الروح القدس شهد للآب، شهد للابن، يخلي التلاميذ يبقى عندهم قوة ويقوموا ويشهدوا، لدرجة ان واحد زي بطرس يقف يقول كلمة صغيرة خالص بكل جهارة يجيب 3000 نفس. طب وبعد كده الروح القدس يسيبهم؟ لا، ده الروح القدس بقى ايه؟ مصاحبهم، بقى عايش معاهم، بقى بيتكلم وياهم، بقى في علاقة شخصية، علاقة اختبارية ما بين الروح القدس والتلاميذ، لدرجة كده يقول لك زي ما ريمون بيقول كده، الروح القدس يقول لهم ايه؟ افرزوا لي برنابا وشاول عشان الخدمة اللي هقول لكم عليها. يقول لهم كده، يجي واحد زي فلوبوس، اطلع للمركبة ديت وكلم الراجل ده عشان يقوم يعمد الراجل بتاع حوشة ده اللي بسببه تبقى أثيوبيا كلها مسيحية. يقول له مثلا ايه؟ يقولوا كده عنه: وقد رأى الروح القدس ونحن ان احنا نعمل كذا وكذا وكذا. بقى في علاقة، بقى في صداقة، بقى في مصاحبة، قاعدين بنتكلم مع بعض، قاعدين بيسمعوا وهو بيكلمهم وهم بيكلموه. ده الروح القدس يقول كده بولس الرسول: فمنعني من الكلام. منعني اصلا انا كنت عايز اقول كلام من عندي ازود. ده بقت علاقه كأنه واحد صاحبي. خلي بالك حاسب لا تقع في الحته دي، تعال روح هناك، تعال بقى حدوته تانية. الروح القدس يشهد لي. طب ده مع التلاميذ. طب معانا احنا، الروح القدس اللي عمله مع التلاميذ عمله معنا احنا برضو. احنا بناخد الروح القدس امتى؟ في الميرون ولا في المعمودية؟ نفس الحكاية، الروح القدس اللي احنا بناخده يسكن فينا، يعيش معانا، يسندنا، يدينا بصيرة، يبكت على خطية. الروح القدس يعمل معنا حاجات كتير. زي ايه تاني يا ريمون؟ يقول كده السيد المسيح: أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. يوحنا 14:17. أنتم تعرفوا الروح القدس ليه؟ لأنه ماكث معنا. المسيح
لما صعد بعت لنا الروح القدس يقعد معانا. اللي عايش معانا احنا دلوقتي الروح القدس. يقول كده بولس الرسول في رسالته لاهل روميا: لان كل الذين ينقضون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. الروح القدس يعمل فينا، بنحس بوجوده، بنحس بالعلاقه اللي بيعملها ويانا، يدينا استنارة، يدينا بصيرة، يدينا إرشاد، أحيانا يوبخنا، أحيانا يفكرنا بكلام المسيح، أحيانا يتكلم على لساننا. يقف كده أبونا ويقول لك: أعطي يا رب كلمة عند افتتاح الفم، يبارك في أمورنا، يدبر لينا خدمتنا، يدبر لينا حياتنا، يسند في الأسرار. هو الأسرار كلها، الأسرار كلها من خلال الروح القدس. عامة الإنسان بيشعر بحاجة. هقول لكم على حاجة، احنا نحس كده بالفرق ما بيننا وبين أي حد تاني مش واخد الروح القدس. لما تيجوا تتعاملوا في أشغالكم، تتعاملوا في حياتكم العادية، يقول لك كده دايما: ابعد عن ده. اشمعنى ده يا عم؟ اصل ده من بتاع الله يسامحك. في حين ان لما تلاقي في اشغال مثلا، ان كان حكومة او قطاع خاص، 98% من امناء المخازن، امناء الخزاين، امانة اي حاجة فيها مسؤولية من بتوع ربنا يسامحك، والباقي خلي بالك منه عشان الدرج مفتوح. بالظبط كده. ده مش من بس من ايام ابراهيم الجوهري، ده من ايام من هناك من هناك ابرمون. يعني ومع ذلك وانتوا تحسوا بالفرق ده ليه؟ اصل المشكله عندنا احنا. المشكله احنا ما بنعرفش نعمل غير كده. المشكله يعني انت ما تعرفش تكون غير امين، ما تعرفش ان انت تعمل حاجه غلط. ليه؟ لما تيجي تعمل حاجه غلط، عارف اللي هو ايه؟ انا عايز انحرف بس مش عارف، عايز اللي يواجهني بس مش عارف للانحراف، بس مش نافع، مش جايه معايا حته الانحراف، فاشل في الانحراف. بالظبط كده. اصل هي المشكله، ما هي دي يا مدحت، هتصدقني هي دي هي الفكره كلها. ايه؟ انا جوايا الروح القدس يبكت على خطيه، عارف؟ حتى لما بعمل حاجه غلط ببقى باين قوي، ببقى مفضوح قوي وانا بعمل غلط، يعني عارف اللي هو ايه؟ يعني مش يا عم مش عارف تسرق، غريبه قوي الحكايه دي. عندي حاجة، مشكلة جوايا بتبكتني على خطيتي، وبعدين غلط ألحق بسرعة، بعرفش أنام فاروح أعترف، وبعد ما أعترف حلو كده أخد حل من الموضوع دوت، فارجع أصلح الغلط. بجد احنا الموضوع ده فارق معنا كتير قوي في أشغالنا، فارق معنا كتير قوي في حياتنا، مش بس في الأمانة، لا في حاجات كتير. لما يبقوا قاعدين مثلا هياخدوا رأي بعض في حاجة، وبعدين ده أنا عايز أقول لكم لدرجة إن في ناس صدقوني، أنا في ناس معايا في الشغل حلو مش تبعنا، ناس غير مسيحيين، ياخدوا رأي في حاجات عندهم اللي هو إيه؟ لا إحنا واثقين لما الدنيا تختلف بين اتنين، طب ناخد رأي فلان، ده فلان ده مش تبعكم، لا أصل هو هيقول الرأي الصح، اصل هو عنده بصيره، اصل هو عنده علم، الراجل ده مكشوف عنه الحجاب، لا مكشوف حجاب ولا مكشوف غراب. يعني هي الموضوع بتبقى عندي حاجه اسمها الروح القدس. طب الروح القدس ده بيشتغل ازاي؟ الروح القدس ده ايه اللي بيخليه يعني ينطفي، اللي يخليه ينور، اللي يخليه يشتغل جوايا، اللي يخليه يلتهب جوايا كده؟ كنيستنا كنيسة رائعة جدا.
تيجي في وقت الساعة الثالثة، صلاة الساعة الثالثة اللي هي وقت حلول الروح القدس، تتكلم كلها عن الروح القدس وعمله فينا. وأنا عجبتني قوي قوي القطعة الثانية في صلاة الساعة الثالثة، بتقول ايه؟ أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحييا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. أنا عجبني قوي يعني كل ما مصلي القطعة ديت بتعجبني قوي أول حتة ديت. بصوا الروح القدس يعمل ايه؟ يقول كده أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك ورسلك في الساعة الثالثة، تعمل فيه ايه؟ ما تنزحوش منا أيها الصالح، بس عايزينك تجدده في أحشائنا. أجدد ايه في أحشائك؟ روحا مستقيما، روحا مستقيما. طب هيديني ايه الروح المستقيم ده؟ يديني استقامة، يديني استقامة مش في حياتي الشخصية بس، حياتي الروحية، حياتي العملية، استقامة مع الآخرين، استقامة في تدبير أموري، استقامة في كل حاجة تمتد إلي يدي. روحا مستقيما ومحييا. ينهر أبيض، الله بيقول لي أنا يبقى جوايا روح تحيي. تخيل حضرتك كده، الروح القدس اللي جوه حضرتك ده مش بس بيحييك انت، مش بس بيحيي حضرتك، لا الروح القدس ده كمان بيديكي انك تقولي لغيرك ازاي يحيا، ازاي يعيش، ازاي يكون ليه الحياة الابدية. ليروا الناس اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. على كلمتك الناس دي تحيا بسبب كلمتك. تخيل ابتدى كريستيانو، كريستيانو رونالدو، ماشي. روح النبوة والعفة، هو في نبوات دلوقتي؟ هو في واحد بيتنبأ دلوقتي؟ ايه روح النبوة دي؟ قول يا ماهر. الروح القدس يخليني اقول كلام كلام صح، كلام نبوات. الروح القدس يديني بصيرة ان انا ابقى شايف مستقبلي في الحياة الابدية ايه. الروح القدس يبكتني على خطاياي على الارض هنا عشان انا وانا في السماء ابقى عايش صح. الروح القدس يديني اكون مش بس مليان، افيد لغيري كمان. روح النبوة والعفة، الروح القدس يبكت على خطية، الروح القدس يملانا من العفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. بجد الحياة في الكنيسة حياة ممتعة، فيها قداسة، فيها عدالة، فيها سلطة. حضرتك الناس تحتكم لحضرتك فانت اللي عندك العدل، الناس تقول لحضرتك ازاي انت بتتكلم بالسلطان ده، يعطينا سلطان ان ندوس الحياة والعقار بكل قوة العدو. في العموم الكنيسة، في العموم الروح القدس لما بيحل على الإنسان يديله حياة جديدة. يعني إيه حياة جديدة؟ الثمار، ثمار الروح القدس، ثمار الروح القدس ماشي، لكن الروح القدس لما بيحل عليا يديني حياة جديدة. يقولوا كده الإنسان العتيق قد مضى وهذا الكل قد صار جديدا. طب انا اعمل ايه بالحياه الجديده ديت؟ انا بعيش في شخص المسيح. يا بخت اللي يعيش في شخص المسيح. يقولوا كده في كل عمل انت بتعمله حط المسيح مكانك. لو المسيح مكاني في الوضع ده هيعمل ايه؟ لو المسيح مكاني في المكانه ديت، في الموقف ده هيتصرف ازاي؟ عشان كده الموقف بتاع حضراتكم وانتوا في اشغالكم، انتوا بتقولوا الناس ديت ليه امينه؟ علشان بتحط المسيح مكانها. لو المسيح مكاني هل هيغش في الحاجات دي؟ لو المسيح مكاني هل هيسرق في الحاجات دي؟ لو المسيح مكاني هل هيضطهد في الحاجات ديت؟ لو المسيح مكاني هل هيعمل الكلام ده؟
بالعكس المسيح إله عادل، إله قوي، إله جبار. آخر حاجة الروح القدس لما يحل علينا الكلمة اللي حضرتك قلتها يملانا من الثمر بتاعه. ثمر الروح القدس حضراتكم حافظينها: محبة، فرح، سلام، طول أناة، صلاح، إيمان، تعفف، وداعة، لطف. كل ثمرة من دول ليها عمل يظهر في حياتنا. الروح القدس يملانا من الثمر بتاعه، وكل واحد ليه موهبة ياخدها من الروح القدس. الشاطر، الشاطر اللي يعرف الثمر بتاعه يطلع ازاي ويرويه وينميه، والشاطر اللي يعرف المواهب اللي بيديها له الروح القدس وينميها ويتمنى ياخد فضائل تانية. ربنا يدينا نعمة، ربنا يتمجد في حياتنا، لها كل المجد إلى الأبد، أمين. أنا خلصت. حد عنده سؤال؟ قول يا ميس. يتنبأ، نقول نبوات، زي هنا برضو في الحتة بتاعت الموعد اللي قاله لهم السيد المسيح، كالوعد الذي قلته لكم على الميعاد. هو بيتكلم على لسانه هنا، هي دي، ده المقصود بكلمة النبوة. وكمان كان المقصود بكلمة الموعد اللي هو الوعد، مش الميعاد، مش الوقت، مش الساعة الطيب، لان هو الناس برضو افتكرت ان الميعاد ده، قالوا المسيح ميعاد اليوم الدينونة، المسيح ده يوم الدينونة. لا بالعكس. استأذنك يا ميس، معلش فوق هاتلنا تاني اعمال رسل 1:8. وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحم اورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. آخر حاجة تحت خالص، آخر سطر تحت خالص. لا لمي تاني، رجع تاني كمان، بس آخر سطر. أيوة، ينتظر موعد الآب الذي سمعتموه مني. هنا الموعد ده مش الميعاد، ده الوعد. الوعد حتنالوا قوة، هي دي النبوة، هو ده الوعد.